عبد الله صاحب العضلات، شاب سعودي في 28 من عمره، حياته ما بين الجيم وسيارة الكومارو زد الوان المعدلة. حياك الله معانا اليوم عبد الله بمسابقة ملك الكومارو. أول شيء عارف المشاهدين عنك وعن سيارتك. أنا عبد الله بخشوي من السعودية، عمري 28 سنة، سيارتي كومارو زي الوان موديل 2013، اشتريتها جديدة من وكالة التوكيلات. ما شاء الله تبارك الله، معدلة بالتأكيد. طبعا معدلة. عبد الله، احساسك وانت عم بتنافس على لقب ملك الكومارو؟ حاليا مسابقه رسميه، انت من التوب 15 على مستوى الخليج. شفرة عربية اختارت سيارتك لتنافس على هاللقب. والله هو شعور مره حلو، بس الحمد لله انه تعبي ووقتي اللي ضاع في السياره ما راح على الفاضي. لا ان شاء الله ما راح تعب يعني، وسيارتك ما شاء الله قويه. طيب عبد الله، انا شفت صورك من انستغرام وشفت عندك ما شاء الله كولكشن كبير من السيارات، اوكي، فشو قصتك مع السيارات العضلات والعضلات؟ والله من صغري بتفرج على أرنولد وروكي وسيلفستر ستالون وذي الأشياء، فكان عندي هدف الحمد لله وحطيته قدامي وصلت له. أي ما شاء الله بالنسبة لعضلات الجسم. طيب بالنسبة لعضلات السيارة، والله من الوالد كان شغال في السيارات زمان، كان عنده وكالة وكان يحب السيارات الأمريكية ويحب الأمريكان موسل، فحبيتها من صغري. ما شاء الله تبارك الله. طيب أنت عندك كولكشن عديد من السيارات، لما تيجي تطلع في سيارة معينة، أنت اليوم اخترت الكومار، طب شو تحس في الكومار وما تحس في السيارات اللي عندك الثانية؟ أول شيء إنه ديلي يوز كار، وما شاء الله أبغاها سبورت، بزر ضغطة زر سبورت، ضغطة زر سيارة عادية نورمال كار، خصوصاً الجير أوتوماتيك في الزحمة كمان أريح. نعم بالتأكيد. طب ما حنضل واقفين، خلينا نطلع المطرب شوي بصوت السيارة. تفضل يلا. عبد الله، صار وقت نتمعن اكثر، نتكلم عن القلب النابض للوحش ما شاء الله، كلمني اكثر. اول شيء انا مغير الانجن بالكامل، اوكي، مغير اللونج بلوك، البلوك 6.8 ما شاء الله، وسي ان سي سلندر هيد، سوبر تشارج ستوك، الوكاله تبع الوكاله. طيب مغير الكولينج سيستم كله، مزود عليها الروترو فاب الكولينج سيستم مع المراوح، تمام، واللينجل فلتر اكيد، البكرات لينجل فلتر اولسو، مصغر البكرات عليها امريكان لونج تيوب هيدرز، اوكي، بس الاكزوست حق ولده عشان الباترفلاي. اوكي. طب وبالنسبه للكام؟ عليها كام ماني عارف بالضبط كم مقاسه، بس عليها كام ستيج 3 ما شاء الله تبارك الله، بالسبرينجات وكل شيء. طيب السؤال القوي، كم هورس باور حاليا السياره؟ ما خلصت، بس الى الان 718 هورس باور على الكفر، غير وين على الكفرات. على الكفرات. طيب وكعزم ماكينه؟ العزم تقريبا 748 ما شاء الله تبارك الله. طلب اسالك، شو المشاركات او المسابقات دخلت فيها بسيارتك الزد ال1؟ والله الكومارو هذه اول مشاركه لي، مسابقه عربيه، هذا اول مسابقه عربيه. طيب بالنسبه للعضلات ما شاء الله 7 بطولات تقريبا. طيب هي الكومارو وين تطلع فيها عاده؟ في الويكند مثلا، ولا تستخدمها كل يوم عادي في الدوام؟ يعني اطلع فيها طريق الملك، عندنا طريق الملك في الليل، استعراض صوت ولا شكل ولا؟ والله روقان، واذا في شيء يحمس الواحد يروح. بس انتبه ها، لا تنسى الزام على طول شوي. اكيد. عبد الله، راح تكون انت ملك الكومارو ان شاء الله، واثق بالسيارة؟ اي طبعا. شو بتقول للناس عشان تصوت لك؟ اللي يحب العضلات والعضلات يصوت لي. كل التوفيق لعبد الله مسابقة ملك الكومارو، انتظرونا بحلقة جديدة مع متحدي جديد في دولة جديدة، بس وين؟ الله اعلم. حياكم الله.